الله أكبر الله أكبر. الإخلاء يعني هو كان عملية أنك تخرج من بيتك وتصل لنقطة التجمع، هاي كان نقطة يعني كثير فيها مخاطرة، كان يعني إشي كثير صعب، وضلينا تقريبا من 4 لـ5 أيام أنا وصاحبتي، كان الوضع كثير تحت القصف، كان يعني خلاص كنا متحضرين حالنا إن نموت يعني بأي لحظة. Everyone has been stranded. There is no hope of survival. Everyone is just running helter-skelter, looking for shelter.